بكم في الروم داخل، هو طلب المداخلة أمس والحين معنا مصلط. حياك الله مصلط، يا مرحبا بك، حياك. يقول لك يقولون لك يصبحكم بالخير والرضا. حياك، يقول لك نايم جاي من غرفة النوم. لا بدا، ليش انام؟ انا صاحي من الظهر لعيون الجمهور حبيبي. جميل بطل. يعني ما جيت من غرفة النوم؟ لا 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 بدا، موجود في المجلس واسمعكم. صراحة المداخلة كانت بس عشان طيب انت كنت جاي من غرفة النوم، الكاميرا طلعتك يا مصلط. ابد، جيب لي شيء يثبت لي. طيب اعطونا يا شباب المقطع، جهزوه، خلونا نعرضه للمصلط. طيب هات. تفضل. انت طلبت المداخلة امس يا مصلط؟ أنا طلبت المداخلة أمس وراحت بخيرها وشرها، لكن أنا جيت الحين. وش لا عطنا اللي كنت تبيه أمس. لا لا اسمعني. ولا كان السؤال موجه لعبد الخالق؟ أنا جيت يطلع عمر السلامة الحين عشان موضوع مهم. تفضل. أهم من الموضوع اللي أمس. اللي هو؟ ألا وهو يعني تعب فريق الدعم اللي يروح يعني كذا فجأة، مثل أستاذ فهد معيان الله يعطيه العافية. الله يبارك. العبث اللي شفته، فهد معيان لو يطلب مني شيء من الهدايا والله لا اعطيه اياه، بس انه يعبث فيها بالطريقه هذه. صدق. يعني حقوقك والله، يعني شيء يطلع عمر السلامه صراحه لا تعليق. صدق. الناس اللي ورانا يتعبون ويوصلونها هنا فعلا. يجي فهد معيان بالطريقه هذه حتى يصور فعلا ويعبث في الهدايا، فاشوف انه التصرف انا اطالب غريب. أطالب من هذا المنبر ان ينصف الاستاذ مصلط. نعم تستاهل حقك، ابسط حقوقك يا مصلط. لا لا انا اخيرا يا مصلط. نعم. مصلط اخيرا انت جيت وتكلمت في شيء. انا شكرا صراحه. شكرا. خلينا نقول شلون هزت على جاي ضيعت الكلمه. المهم انا معك يا ابو علي عي اللي اسمه مقدم اللي ذي. انا اشد على ازرك بالفعل، مطالبتك في محلها. ولكن سؤالي انت ليش كنت في الاعداد؟ كيف كنت في الاعداد امس؟ يعني صوتك طالع في المقطع. امس كنت موجود يطلع عمر السلامه لاجهز الفقره دروازه مع الاستاذ محمد عيسى، وكان يطبع لي نص. طيب محمد عيسى صار عذره من لا ما عذره له. انا الان على الهواء اتكلم معك بكل صدق. بس محمد عيسى ورقه من الاستاذ محمد عيسى، واستاذ محمد عيسى حي يرزق يمديك. انا اطالب يا اخ مصلط. أنا بسأل محمد عيسى على الهواء. أنا أطالب إن الإعداد يعني ينصفك، الإدارة تنصفك من الأستاذ اللي تعبث بأغراضك. أنا أشوف يا مصلط، يا فهد معيان مصلط صل على النبي. أنا أشوف إنك يطول عمر السلامة تعتذر للسلاطين، لأن تصرفك صراحة يعني لا تعليق. يعني أنا استغربت منك التصرف هذا. يعني لا أنا لا دقيقة ما يجي من رجل عاقل مثلك. دقيقة أنت سمحت له يا مصلط. الناس ورانا تتعب وتجاهد وتدفع. لا لا دقيقة مصلط، تعبث بالطريقة هذه، هالكلام ما يصير يا مصلط. مصلط مصلط هلا هلا ابو عبد الله. الرجال اذا اعطى لا يرجع في عطيته. انت سمحت لفهد في المقطع واضح. طيب صل على النبي. يعني انت اعطيته خوف؟ لا تحت تهديد. لا 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 ما هو بخوف. لا اللي شفناه اجل اللي ما عاش من يخوفني ويهددني. طيب انت اعطيته، سمحت لي، ليش ترجع وتطالب بالاعتذار؟ إيه؟ انا يا طول عمر السلامه عن العبث اللي سواه. فعلا يا استاذ مصلط انت ما هي بالطريقه هذه. هو لو طلبني يا طول عمر السلامه والله لا اعطيه اياه. لكن في المقطع يا استاذ مصلط الله يسعدك، معنا طبعا انا عندي رباعي القطب فهد معيان الناقد اللي يكلم كلام، ماني فهد معيان اللي امس. يلا حلو. فالاستاذ فهد معيان اللي امس في المقطع يعني انت تقول لا طق اللي ما عليها اسم، اللي لونها اسود خلي اللي لونها اصفر. يعني انت فرحان، يعني انت حتى انت جاك جنون وقمت تبغى تطق. يا فهد معيان، يا فهد معيان، انا جيتك هنا ابيك تعتذر للناس اللي وراي، الناس اللي تتعب وتجهز ابيك تعتذر لها. فعلا يعني يا استاذ فهد معيان، يعني يا استاذ فهد معيان لو سمحت. طيب لو طيب سمحت طيب يعني. طيب اسمع، لان تصرفك هذا ما هو ما هو طيب. لايق صراحه. طيب صح يا استاذ فهد معيان اللي يصور في السناب شات كنا مجنون كذا ما ينظف الكاميرا. يا ليت تعتذر للسلاطين والاستاذ مصلط. اتمنى ويا ليت الاداره تنصف. لا 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 زلت يا طويل العمر السلامه مصلط. نفس الاسلوب ونفس نعم مصلط. نعم. اتمنى انه يحاسب فهد معيان خلف البث. نعم فعلا يستحق هذا العقاب. واتمنى انه انتم الحين اخويا ما تعدون الحق. الا لحظه يا مصلط، ليش ما نعد الحق؟ على اي اساس حكم؟ انا معك قلت لابد ان يعاقب فهد معيان. يا اخي الناس تتعب ورانا تدفع. ايوه نقول خلهم يعاقبونه. فهد معيان انت ما تكلمت يا مصلط، وهذا دليل نخذها كاش. انت ما تكلمت. طيب انا جيتك الحين. دقيقه لا كان عندك 24 ساعه. أيوة. الحدث له 24 ساعه واكثر، ما تكلمت لان طيب. عرضناها في خذها كاش. طيب. اولا حلو. ثانيا انت مررت معلومه مغلوطه كعاده كثير من المتسابقين اللي دخلوا الغرفه. انت قلت محمد عيسى سمح لي دخول تجهيز. ايه؟ للدروازه. ما هي تجهيز للدروازه، ورقه يطلع عمر السلامه يطبعها لي من الجهاز بس. تقول للدروازه. اي بس. لا لا محمد عيسى هنا يقول انا ما سمحت له. ما سمحت له للدخول. لا اله الا الله يا بيني وبينها الله. يقول ما اذكر محمد عيسى، يقول ما اذكر الهدايا غلط. لا لا قال لحظه قال كذا، قلت هل سمحت لمصلط الدخول للاعداد؟ قال ما اذكر. يلا بس قصده ابغى اشوف الرساله هذه على الهواء. ابغى اشوف. تعال تعال
ما في تعال حطه على الكاميرا تعال طيب تعال اوريك اياها تعال انت جنبي انت بعد مصلط هل انت ما عندك مصداقيه لحظه ما عندك مصداقيه مع نفسك تعال انت بعينك هلا صادق انا واثق من نفسي طيب دقيقه طلع عمر السلام هنا يقول انا ما اذكر بس قصده انت لو واثق يا ابو عبد الله حطيت الرساله زي كذا ما راح يضرك شيء تشكك بمصداقيتي مصلط انا اشوف انك الحين ظالمني انت تشكك بمصداقيتي انت الحين ظالمني الحين سؤالي لك الان واضح انت تشكك في مصداقيه سعود الرساله اللي عندك غلط النقطه هذه اشكك في مصداقيتك في النقطه هذه طيب نزل عليك الوحي اوكي دقيقه تعال تعال شوف اذا هذه تعال اذا الكاميرا تطلع اذا طلعتها تدين بابا زوم زوم على رساله ابو عيسى اذا عرضتها انت مدين لي باعتذار صح انا ايه في حال اني اخطيت اذا كانت هذه رساله حقيقيه طيب في حال اني اخطيت عطني زوم يا بابا يا ابو عبد الله عطنا زوم يا بابا ايوه حلو روح يلا هذه طيب الرساله موجوده شو تدور انت دقيقه اوريها انا عشان ما يطلع كل الرساله تنتظر الرساله تجيك يعني لا لا هذه هذه الوقت موجود الساعه 12:46 الحين 12:50 لا لا مصلط انت مدين باعتذار هذه الرساله من محمد عيسى وين اشوف اقرا حلو ايش مكتوب قال لك تعال اقراها عندي في اللوكيشن والله اني ما ادري ايش مكتوب لكن لا لا اسمع اسمع انا جيت طبعا لحظه قبل اسمع انت مدين باعتذار طيب انا اسف يا ابو عبد الله خلاص يا سلام مصلط لا لا تجاوز المحور هذا بما انك اعتذرت وكالعاده لا لا ما تجاوز المحور هذا الحين طيب انا مظلوم طيب دقيقه ابغاها انا طيب تفضل سم خلينا نخلي الكاميرا بجيك كيف الحين انا مظلوم يا طويل العمر السلامه ابو عيسى كيف يقول لي خلاص يا كثر ادعاءاتك المظلوميه اخذنا نفس سماحك لفهد امس سمحت له واليوم جيت تتهم ما ادري فهد فلذلك انا مثل ما قال والله العلي العظيم انا وراي ناس يتعبون فالحين بياخذون بخطرهم لان ابو عيسى باعني والله العلي العظيم اطبع ورقه فقط لا غير طيب واني ما ادخل شو اسمه الكنترول يا استاذ مصلط يا استاذ مصلط الا عندي شيء أنا مهم انا مثل ما طالبت يا استاذ مصلط ام فهد معيان اللي برا فقد الذاكره يعاقب انا اطالب انك تعاقب لانك فقدت الذاكره ودخلت الاعداد بدونك نعم ليش نعم. طيب مصلط انا عندي اذا دخلت بتطبع الكمبيوتر ليس مكانه لنفترض ان محمد عيسى مثلا طيب سمحني ابو عيسى دقيقه لنفترض ان محمد عيسى ما قال الحقيقه لنفترض طيب. جدلا تمام معنا رساله واضحه دقيقه في شخص ثاني وثالث اثنين يقصون رقبه كلهم في علي في علي سعيد طيب اصبر اصبر انا اقول لنفترض جدلا ان محمد عيسى نسى هو قال ما اذكر يمكن ناسي زين اكيد لنفترض انت ايش جابك في هذا المكان مكان الكمبيوتر والطباعه ليس هنا طيب سامح لي لانه هو يقول اكتب النص اللي تبيه وانا بطبع انت لك انت احيانا تجي في مكان الغلط ليش جاي في المكان هذا طيب ابو عيسى سمح لي سمح لك كيف طيب سمح لك انك تتمشى عيسى نساء هل سمح لك محمد عيسى انك تفتش الهدايا وتتفرج فيها وتسمح لفلان اللي فتش الهدايا عبث فيها غيري لا انت كنت لا 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 تذكر هذه مش ما لقى من الهدايا مصلط هل تعلم ايش انت هل تعلم ام مصلط الجبلي فك هديه كارتير حقت محمد العبيان معي يا هو تعلم يوم قال يوم خربت هدية مصرط شاف فهد معين أصابه طيب. الجنون قال فك محمد العبيه ومفك هدية محمد العبيه دقيقة دقيقة هل تعلم يرجعون يا طول عمر السلامة غريب يعني اسمع اسمع غريب أنت قاعد تتهمني وقاعد تظلمني يا فهد معين يرجعون أنا أتهمك يرجعون الجمهور محمد عيسى يتهم اسمع اسمع يرجعون الجمهور للبث الفجر محمد عبيان فك الهدية مغلفة كيف فكيتها من ايه فكناها فكناها من فكناها من محلها ورجعناها أنا ما نعم ما تدري ايش السالفة تدري ايش السالفة يا فهد معيان دقيقة مصرط عشان تقاطع الأصوات أنت تتهمني يا فهد معيان اتهامك هذا طيب اسمع يا مصرط اسمع اسمع دقيقة مصرط تدري ايش السالفة تدري ايش السالفة الأستاذ مصرط هداها الله جيت فقعت بلونته قال والله حرام تفقع بلونتي ومحمد العبيان ما يعني ما تخرب قلت ايش محمد العبيان اسمع طيب قلت ايش اخرب عند محمد العبيان؟ قال شل الهديه، شل الهديه فتقطع هذا الاخضر اللي يحطون عليه الورد، ونتفت لي وردتين قلت هذه هديه لمصلط وهذه هديه لي، قام الاستاذ نواف بالتالي اخذ وردتين من عند الاستاذ مصلط اهدى نفسه واحده واهدى محمد عيسى واحده. صحيح ده يا مصلط؟ نعم حسبي الله ونعم الوكيل. لا لا مصلط دقيقه مصلط مصلط شوف شوف مصلط 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 دقيقه بقى مصلط ابدا مصلط غير صحيح الله ونعم الوكيل مصلط غير صحيح ظلمني مصلط بعلمك شيء جد جد دقيقة كلام فهد صحيح ولا لا؟ لا ما هو صحيح بالأمانة؟ بدأ ما هو صحيح أنا عندي دليل تفضل الآن الآن يا كثر أدلته ما شفنا منها شيء خلينا نسمع أنا عندي دليل تفضل عندي ما هو دليل بينه بينه قرينة البينة قرينة تأخذ تقصر قبها القرينة تأخذ إيه نعم القرينة مثل البينة عندي بينة الآن الأستاذ مصلط عفى الله عنه يقول
إن, 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 إن محمد عيسى سمح له. طلع محمد حلو. عيسى ما سمح له، فما يضمن لك أنه سيقول الحقيقة. محمد عيسى أنتم تقولون نساء، محمد عيسى ممكن نساء. سؤال طيب، أنا سؤال أطالب الآن بالرجوع للكاميرات. نعم. أنا أتمنى يرجع الكاميرا على ايه؟ سيد كان موجود خلاص. لا 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 لا، في مسألة الكارتير وفي مسألة السمح كلها ارجع 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 للكاميرا. طيب أنا هنا عشان أختم المداخلة مصلط. عندنا قبل لا تختم عندي سؤال. دليل أنا بسأل سؤال بس هالكلام صحيح. محمد العبيان يا طال عمر السلامة هدية اللي جتها من جروب دعمه فكها الفجر قدام الجمهور. شليت في ورد يعني حقها، شليت في ورد حقها. الله يهديك الله يهديك. انا هديتي فيها ورد، انت عبدت في هديتي. لا نواف اللي عبد في ورد، انا هذاك فقع في البالونه. غير صحيح. انا في هديك انا في زحام من الفوضى يا جماعه. انا غير صحيح. انا في زحام من المشاكل والعبث. انا اخذت الورد كله مو بوردتين يا جماعه الخير. حبيبي اعضاء خذ هكاش. دقيقه يا مصطفى خلنا اخذ هكاش. انتم اليوم ما عندكم محاور بس يلا. فهم يستاهلون يا جماعة الخير ورد، عطوهم والله انهم في حقه يا اخي. ما حتى يا ابوي ما عقبتم متسابقين، خدتوا وردهم. اسمع اسمع ابو عبد الله، ابو عبد الله ايش خلتونا؟ بديتوا خبايا ابو عبد الله. ابو عبد الله اسمعني اسمعني، بديتوا خبايا مصلوط. اسمعني ابو عبد الله مصلوط، تطالبون باقة ورد فانا اهديكم الباقة اللي عبث فيها فهد العيال الله يسامحه. مصلوط لان شوه الهدية الله يسامحه، بهديه الباقة اللي عبث فيها. هو لو طلبني قبلها والله لأعطيه الهدية والله. مصلط نواف معك مصلط. أنا أطالب، أنا أطالب بتكثير هداياك عشان نأخذ منها الله يسعدك. صراحة مصلط ما شاء الله جوعانين ما لقينا لهديتك، فالله يكثر خيرك ويغنيك والله يكثر خير من جابه. خلص الله يسعدهم، الجمهور يتعبون. فأنا يا طول عمر السلامة ما ودي أنها طلعت مصلط. مصلط ما شاء الله من كثر الهدايا تجيك مسوي مبادرة العصر، أنت فتح هدايا مسوي ريالتي معها. شو أسوي يا ولد؟ طيب أنا عندي سؤال أخير. تردد كثيرا هنا في الكاش، واليوم اثار المحور فهد معيان هناك ثلاثي دقيقه خلينا اسمع السؤال. الثلاثي الشرير اللي تكلمنا عنه سابقا وتم تدشينه وانت قلت انتظروا الكثير. الثلاثي المرح اللي هو زائر كنت لا انتم جيتوا فتره شريرين فتحتوا علب وكذا واليوم تحسنتوا. فهد بن فارع وزايد ومصلط احد اعضاء هذا الفريق. قلبي ايش فيه؟ طيب احد إيه اخوان قلبي اخوان قلبي اخوان قلبك لان اخوان مصلط غير اخوان قلبك غير صح. اخوان نواف غير تصنيفات اخوان نواف غير ايه ايه عندنا جروب احنا نفزع البعض عندنا جروب. حتى فهد يوم خذ حلاوه حط اخوه ما هو زي ما هو زي بعض الناس يوم خذ المتاجر مع حط اخوه مجانا. لماذا مصلط؟ لماذا مصلط؟ فهد معين مصلط اسمع الجواب السؤال الاخير. لا يلا هات عشان ننهي، انا ما ابغى فوضى. يلا لماذا مصلط حلو واخو قلبه فهد بن فارع وقف يقول يا جماعة الخير أبي متجر حلو. وليد جزاه الله خير فتح المجال، خلنا نقول بعيدا عن أخو قلبك أكثر طيب. من لديه متاجر حلو مصلط ومع ذلك صمت ما تكلم. طيب صل على النبي هذا هو شيء. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. صلوا على النبي كلكم. اللهم صل وسلم على النبي يذكر الله. اللهم صل وسلم. اسلم جاوب. اللي حاب اقوله انا طول عمر السلامه بالنسبه لفهد، فهد لو يبي عيوني هذه اعطيته اياها. يبغى متجر ما يبي عيون. كان يبي متجر. اسمع مني طيب. كان يبي متجر. انا سمعت منك صح؟ اي سمع. اسمع مني الله يسعدك. اسلم. فهد لو يبي عيوني اعطيته اياها. فهد سبق انه قد جاني يوم من الايام قبل تقريبا اسبوعين في متجر ريفي. متجر ريفي اخذته ب 300 طال عمر السلامه واعطيته اياه كذا. وانا هذه اصلا ما هي بيننا انا وفهد. فهد بيني وبينه اكبر من المتاجر واكبر من الامور هذه كلها. طيب وانا وفهد انتساد من دون فهد معيان. ما له دخل فهد معيان. دقيقه مصلط 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 وقف وقف دقيقه. ما له علي طال عمر السلامه وبدا مصلط حبيبي مصلط دقيقه بعد مصلط اسمعني مصلط انت اسمعني. طيب اللي حاب اقوله انا دقيقه بس دقيقه دقيقة ما خلني استرسل انا وبعدين بس. لا 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 ما راح اسمح لك. دقيقة يلا ها دقيقة روح. اول شيء اتمنى اذا سألت سؤال اتمنى ان نبتعد عن خلنا التسويق العيوني وقلبي واخو فلان. انا ما احب هذه الالفاظ لانها كلام يباع. ليه ما هو بكلام هذا الصدق. دقيقة اصبر اسمعني. الشيء الثاني لا تسقط على احد، اذا عندك اجابة من حق فهد كنافت. اسقطت على من انا؟ لا تقول فهد معيان وغيره وما حد له دخل. لا لا طيب فهد معيان اصبر خليني اكمل. اقولها بالفم المليان انا مصلط. وفهد بن فارع من دون فهد بن معيان. طيب خلاص اوكي اوكي يعني أوكي. لا يطر الموضوع هذا. ليش ما اعطيته يا مصلط على هالموضوع؟ مصلط ابغى اجابة واضحة وصريحة على السؤال بدون لف ودائري. اسال وتلقى الجواب في محجر عيوني. يلا اسال. الله لماذا لم تعطي فهد فارع متجر وهو يطالبك وانت عندك اربعة بس؟ طيب بقول لك الموضوع كامل. ابغى اجابة مختصرة. طيب اسمعني طيب تفضل. انا سمعت منك صح؟ اسمع مني ابو عبد الله الله يسعدك
أنت ومن معك وفهد فارع كان ما عنده متجر حلوين؟ تمام. كان معلق متجر اللي هو سرة. صحيح. وما كان عنده متجر وقعد لنهاية المزاد وأنا كان معي ثلاثة متاجر. ثلاث متاجر من غير الضامن من غير الماسي كان معلق. صحيح. حلوين؟ عن ضامني. طيب إيه؟ اسمع. تمام. اسمعني صلى على النبي. بعد ما انتهينا يا طول عمر السلامة أخذت أنا خيوط الزعفران قبل لا ينتهي المزاد. أخذته تقريبا بستة آلاف أو شيء زي كذا. 5800. وكان في سيد الاستثمار حلوين؟ صحيح. مدري سيد المزاد مدري شو اسمه. سيد المزاد. حلو سيد المزاد يا طول عمر السلامة. عثمان أخذ متجرك. طيب اسمعني. قبل لا ياخذ المتجر كان الكلام مع فهد فارع من وليد يوم يقول يا فهد أنت ما أخذت متجر وباقي معك 7000 وباقي متجر القمة. بدأ يزاود فهد على متجر القمة وما أخذه أخذه محمد العبيان. صحيح. فهد فارع قالوا ما معك متجر كيف بتسوي كيف الطريقة كيف الطريقة؟ قال ريفي من هو عنده. حلوين؟ يقول فهد فارع. إيه. طيب. قال فلان عندي. قال طيب أكسانا. قال فلان عندي. طبعا المتاجر هذه كلها ما يبي عندي. فهد كان مخطط على متاجر معينة. لا لا بعد عطل بعد. طيب. ما بعد. قالوا من عنده ثلاث متاجر وأكثر رفعت أنا يدي. بس شفت خويه يا طول عمر السلامة يبي له متاجر معينة ما يبي. لا لا دقيقة. وليد منح دقيقة. وليد منح دقيقة. وليد منح دقيقة. قال من يعطي فهد جاء قال الربع. قال عبد الله الروقي يا الربع من بيطي طيب هو سأل عن متاجر معين قال هو انا ما يبغى المتاجر اللي عندي لا يبغى ما يبغى لا بيلون ولا يبغى التميم ليش اخذ متجر فريدي طيب انا اقدر يطلع عمر السلامه اطلع يطلع عمر السلامه اقول يا ابو فارع والله جاك خيوط الزعفران وانا خابر وراي طيب ليش ما اعطيته انا اضر خويي ليش تضر اخبر السيد المزاد يمكن ياخذ انت كنت تعلم انت كنت تعلم يا مصلط انت كنت تعلم ان عثمان ما يبغى خيوط الزعفران يبغى اياكلين كلنا ندري لانه طيب. مسموح له الشراء من عمان طيب كيف غير عثمان ما ادري يمكن كان مستخدم حاطن يطلع عمر السلامه لبى رغبات احد حاطن هذه في عين الاعتبار ما ابغى يطلع عمر السلامه اطلع بوجه جميل مع خويي طيب غير خيوط الزعفران ليش ما اعطيته من المتاجر الثانيه اسمح لي اسمح ما لي ما كان له نيه اسمح لي ولا كان في لا عذر غير اسمح لي اسمح لي يا هو شوف صار على النبي صار على النبي سالفه اني انا وفلان من دونكم وانا هذه كلها هذا كله كلام انا وفهد لما احنا دونك يا فهد بن معيان احنا ما نبغى اسمع يا مصلط اسمع خل الحين تناقش احنا ما نبغى الكلام يا مصلط احنا ما نبغى الكلام حلو. احنا نبغى الفعل حلو طيب امس يعني ذا قبل امس اللي هو يوم الاحد او قبل يومين طيب. يوم جا البيع والشراء في المتاجر قام وليد قشران وقال يا شباب مني بيبيع متجر على فهد فارع معكم حلو. دقيقه طيب. صح ولا لا حلو قام الروقي قال يا الربع مني معه متجر بيبيع فهد فارع طيب. ما حد تكلم الجميع ما حد تكلم من ضمنهم انت لا 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 وليد قشران لا رفعت يدي وانا عندي متاجر بس فهد بن فارع خلني اكمل بعد اذنك يلا روح وليد قشران ما قال ارفعوا يديكم قال يا الربع من يبغى طيب. يبيع متجره من اللي الجميع سكت معذره يوم قام فهد فارع يوم الفريدي شاف انك معذره انا هذا اللي شفته كمشاهد طيب. باقي 20 ثانيه فهد فارع باقي 20 ثانيه الفريدي قام يوم شاف انك انت زايد ما عنده متجر ما يقدر قلبه شافك انت طال عمرك سحننت حلو فقدت الذاكره قام عطاه المتجر وما معه الاثنين في مقابل معك ثلاثة كان يمديك خيوط الزعفران خلها يقعد ليه ما أعطيته المتجر الثالث طيب اسمع ليه أقول خيوط الزعفران ما كان عليه مثل ما قلت لك هو يعلم لا بغينا نسولف لا صار حلبي ترى يا مصرف يا حبيبي بعلمك معلومة أبغى أعلمك معلومة يا يلا علمني أنا بعلمك أسأل كلام إني أقدر مثلا أقول أنا بوقف معك وما أدري الجميع يستطيع قولي طيب لكن الفعل القليل يستطيع عمله لا هذه لا نقطة خير السطر لا 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 مفارقة شفناها الآن يوم فهد معيان لا تسقط حنا هل الفعل يا فهد معيان طيب مصرط معك نواف حنا هل الفعل ولا الكلام أنت خابر للمن كفو شفنا الفعل أطلع يا الفعل نواف بعيدا عن مصلط هي اتفاقيات بين الثلاثي يعني هذه معلومات ممكن أنا بين الثلاثي من بين الثلاثي فهد وبين زايد ومصلط ممكن انه توجه الشباب انه ياخذ مصلط 4 متاجر وفهد ما عنده مشكله انه ياخذ متجر لتقويه جروب مصلط يعني مصلط لا لا الكلام هذا صحيح طبعا الكلام هذا صحيح الجروب المختصر لاخوان مصلط طيب اخوان مصلط اخوان قلبي مصلط اخوان قلبي اللي ما اقدر اعطي فهد فرع متجر يقول رفعتي فهد معيان وليد يقول تحاكر ويقول رفعتي والله انا ثم ياتي الاخ مصلط الان انا هنا في الكونفشن روم ويتشدق علينا بالعبارات قلبي عيوني واعطيه اذني وعيني يا عطى متجر طيب صل على النبي وقفل عطى مصلط خلي جاب نواف لكن في المحور ذا لكن لا تسقط واحسب الكلام
بس كم النقطة؟ احسب الكلام كلام كلامي صح. طيب احنا سمعناك تقول لي اللي يبغى ما فهمت ما ابغى تمجأ. كلامي صح كلامك ما هو بصح. كلامك كلامي صح. كان ابغى تمجأ. لا تصدق لا اين انت يا مصر؟ صراحه انا ما استغرب منك صراحه عليك تصرفات. هل تقول نسقط؟ لا تعليق يا فهد. هل تقول نسقط يا مسلم؟ مسلط مسلط حبيبي وقتي ما يسمح لي. اسمح لي معليش. هل تقول نسقط؟ انا ما اسقط. انت الان تقول بفديه بعيوني يوم جاء وقت الصدق ما شفناك. نقطه خلاص. ليت تعيد. يا ليت تعيد. يا ليت تعيد. ونجحوا في هذا الاتفاقيه نجاح باهر الصراحه. وانا اشكرك يا مسلط واشكر فريق اللي معاك فعلا فعلا نجح مسلط باهر. الفريق اللي معي وشو خلانا ندور في اخوان قلبه يعني بعيدا اخوان قلبه كل المنتج اخوان قلبه لكن هي خطه ونجحوا فيها. لا كانوا ثلاثه. واشكركم مسلط. مسلط اشكركم. انا اتمنى مسلط. انا كنت اتوقع منك ايش امانه؟ حتى استغربت من مسلط امانه. كنت استضيف مسلط الان كنت اعتقد منك هذا خاطر في الموضوع. طيب دقيقه انا كنت اتمنى اني اسمع. انا مخطط على المركز الاول. حلو. اهدف الى هذا المركز. ما اقدر اتنازل عن جهد جمهوري والسلاطين ولا زلت. طيب اي انت ما قلت كذا. انت قلت انا بعطيه عيوني. طيب لكن انت ما اعطيته متجر. مش يا هو يا هو ابغى متجر. هذا الزبده. لا شيخ لا تفوكس يا شيخ. صل على النبي. ما فوكس ما فوكس. هذا حدث. هذا حدث صار على الشاشه. طيب انا بقول. طيب انت ما تبغى تسمع مني. انت لازلت تمريرك ضعيف. ايش تمريرك؟ انا ما سمعت تمريري مسلط. انا ما سمعت الا اخواني وعيوني وقلبي. قلت لك ام فهد بن فارع ما له شيف في المتاجر اللي عندي. بس ما كيف ما له شيف؟ خلاص بس الرجال دقيقه. الرجال نظام كان واضح. اذا ما فزعتوا له متجر كانت بتروح فلوسها كلها. ما لها دخل ما له شيف. انا ابغى حد يفزع لي بس عشان ما تروح ما فلوس ما حد. طيب ما افزع. طيب ما قال افزع باللي هو. ما قال وخلي السيد ما له شيف. لا ما له شيف. اسمع ما له شيف. اسمع ما له شيف في التميمي وبلون. انا اقدر اعطيه خيوط الزعفران واطلع قدامك اطلع من السلام اقول والله انا اعطيته خيوط الزعفران وجاء سيد المزارع. لا لا ما حد جاي. انت تعرف انك انا لا لا الطريقه هذه ما عندي. طريقه هذه لا لا انت كنت تعرف يا مسلط. لا يا فهد معيار. لا تسقط. لا تسقط يا فهد معيار. يا مسلط فهد انت اللي ما فزعت. ما فزعت يا مسلط. طيب للمعلومه يا طال عمر السلامه يوم تقول الفعل ترى الكلام لك والفعل الغيري. طيب بيض راج شكرا يا صاحب الافعال. نعم. الشفافه التي لا ترى. لا لا لا, 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 لا تشوفها انت وتشوف غيرك مصر. يا يعطيك العافيه عبد الله. الله يعطيك العافيه. شكرا. انا صراحه ما كنت اتمنى في يوم من الايام اني اصل للكلام هذا لاني غني عنه. بس يا طال عمر السلامه نعودت الحقيقه الفعل لنا والهرج لغيرنا. طيب ما شفنا فعلك. ما شفنا يا صاحب الافعال الشفافه. لا 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 ما هي لا مع السلامة مسلط. يا أخي يا سيدي الفاضل هنا مشكلة. الأستاذ مسلط جميل ويعني وأنا دائما أثني عليه وأقول يا رجل مؤدب ولطيف جدا ومميز. لكن للأمانة إني